جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الحكم في بعض التماثيل التي تكون على هيئة لعب الأطفال، ومنها ما هو المصنوع من البلاستيك والنحاس أو الخشب، ومنها ما يكون على هيئة عروس أو طير أو حيوان وما أشبه ذلك؟ التماثيل الكاملة التي فيها الصورة كاملة برأسها وأعضائها ووجهها، هذه لا تجوز لأنها صور محرمة وتماثيل محرمة. أما إذا كانت هذه التماثيل ليس لها رؤوس أو مطموسة الوجه فلا مانع من ذلك، لأنها قد زالت منها الصورة الكاملة في الوجه، فإذا طمس الوجه أو قطع الرأس فإن هذه الصورة تكون مطموسة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، وطمس الصورة يكون بإزالة رأسها أو بطمس وجهها بحيث لا يظهر لها وجه بملامحه وشكله، فإذا طمس فإن ذلك يزيل المحظور من الصورة.